ما بين المكونات الموجودة على هذه الجغرافيا. هذا الهيئتي الأولى والثانية، مما أدى إلى تفاقم الفجر التاريخ حتى الآن. ففي الوقت الذي دخلت فيه الدول 22 دولة وتقسيم الشعب الكردي إلى 4 أجزاء، وإن الإصرار على النهج الدولة القومية سيؤدي إلى تعميق الأزمة بشكل كبير والسورية وتهجير الشعب السوري. لكن في البيان الختامي هذا اليوم للإدارة وتوجيه وخطة الإدارة لعام 2022 مع الإدارات الذاتية والمدنية، هو على ترسيخ الواقع العملي وتطويره من أجل إيصال ما أمكن إلى المواطنين. فقد تطرق المؤتمر إلى عدة جوانب، منها السياسية ومنها الأمنية ومنها العسكرية ومنها الخدمية ومنها الإنسانية. طبعا كان مختصر المفيد هو أنه نحن نحافظ على وحدة سوريا وعلى العمل على إيجاد سبل لإيجاد معارضة وطنية حقيقية تمثل الشعب السوري والحوار السوري السوري، كذلك الحوار الكردي الكردي ويدعمه الحوار العربي الكردي، لإيصال هذا الشعب إلى بر الأمان والخلاص من هذه الأزمة. في المجال السياسي، استمرار بالعمل السياسي لحل الأزمة السورية استنادا لبيان جنيف